السادس والأخير من أركان الإيمان. كحرج على الغل ركن إيماني. الإيمان بالقضاء والقدر. الله هو شهدك يازن خلر ديل قلق تيشر. له أربع مراتب أربع درجات. دي درج دعونتن. الدرجة الأولى العلم أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. دحر درجة علم دعوني وإيمان دلار الله أنا ميلدلهم خارتن ميلدلهم يتعلم خلر. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة كل شيء. فعقشوله درجة الله هو أمر در إشادك دعياز ده. الثالث أنه لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما أراد الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. قوله درج دعوني إذا الله الله لإني بيا حق دنيا نجح تعهم خليشاتهم. الرابع أن العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة. إشتا وين خادي إشتا الله غير قيل الله نوعهم تنعمل شاء قيل الله نوعهم. ماذا أصنع؟ أؤمن بهذه المراتب الأربعة. دي درجة تاني إيمان دولاس. ومع هذا أعمل. أتون تاني إيمان دولار صونا عمل شو؟ أعمل بعمل أهل الجنة ولا أعمل بعمل أهل النار. يلزمن أهلن عمل شخ عمل شوز جوجة أهلن عمل شخ جينا أولش. وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. إشتا دعنا ش دوس الله وص أهلنا يلزمن أهلنا غير أولش. أجمع بين الإيمان والعمل. إشتا شهم أولش دوس سيتاني إيمان عمل. وأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى بأن الله اختارني بأن أكون من أهل الجنة لا من أهل النار. الله يتاني سيدك وإلا خولت السيدك جعهن الله هو سيلسمني أهل نغوين خروي الله.